ورحمة الله وبركاته، طلاب الثالثة إنتاج. اليوم إن شاء الله نكمل مع بعض بقية المنهج بتاعنا، ودي تعتبر آخر محاضرة بالنسبة لنا. زي ما أنتم عارفين إن إحنا دلوقتي دي تمثل المحاضرة السادسة بالنسبة لنا في الجزء دوت. الفصل بتاع النهاردة يعتبر من الفصول المهمة بالنسبة لنا، بالإضافة لجميع الفصول اللي إحنا أخذناها قبل ذلك. طبعا التايتل بتاعه Stability of Control System. كلمة الستابيليتي معناها استقرار، يعني كيف، هنا بيجاوب على السؤال كيف أعرف إن النظام بتاعي إذا كان مستقر أو غير مستقر؟ لماذا؟ لأن أنا ممكن أي كنترول سيستم أما أجي أصممه أجد بعد ما صممت إن النظام ده غير مستقر، زي ما هنشوف بعد قليل. فنبدأ إن إحنا نعرف يعني إيه كلمة الستابيليتي أصلا. الستابيليتي، ثواني كده معلش هشغل اللي هو نشغل الكورسور برضك، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، المؤشر. هنبدأ في الأول نعرف يعني إيه كلمة إن النظام ده مستقر أو غير مستقر. طيب هنا بقول لك a stable system is a dynamic system with a bounded response to a bounded input. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي أدي control system، أدي الانبوت R of S، وادي الاوت بوت، ودي تمثل الترانسفير فانكشن الخاصه بهذا النظام. هذا النظام انا باثر عليه بمدخل، مثلا المدخل دوت على سبيل المثال ممكن يكون شكل مثل الاشكال ديت، ان هو عباره عن مثلا الستيب او الامبالس او الرامب. باوندد انبوت يعني معنى ذلك ان هو ليه قيمه ليست ما لا نهايه، لان لو دخلت مثلا قيمه كبيره جدا ما هتوقع ان يكون عندي برضك قيمه كبيره برضك هتخرج. طيب ده يمثل بالنسبة للإنبوت لهذا النظام. الإنبوت دوت بيحصل إن هو بيتفاعل مع النظام، وفي عندي بيبقى فيه أوتبوت. الأوتبوت ده ممكن يكون بيصل إلى قيمة اللي هي الستيبل أو قيمة استقرار نهائية. في الحالة دي أطلق على هذا النظام إن هو الستيبل اللي هو بالنظام الأحمر ده يمثل الريسبونس بتاعه، زي ما خدنا إحنا في المحاضرة الماضية. معلش. طيب ممكن يكون النظام دوت يبدأ إن هو ياخد قيم لا نهائية. الحالة دي ممكن بيبقى حالة خطيرة بالنسبة لي، بقول على النظام ده إن هو غير مستقر. طيب هل أنا عشان أعرف النظام ده إذا كان مستقر أو غير مستقر، هل إن أنا هبدأ أدخل مدخلات كثيرة؟ قال لك لأ، لأن أنا ما أقدرش إن أنا أحكم عليه كده. قال لك إن أنا ببدأ بنظر لترانسفير فانكشن اللي هي جي اف اس ديت، بجد إن هي مكونة من بسط ومقام. البص ده عبارة عن بولينوميا، والمقام عبارة عن بولينوميا، واحنا جينا صنفنا المقام ده وقلنا ان المقام ده عبارة عن المعادلة بتاعته، معادلة مهمة جدا بنسميها حاجة اسمها كاركترستيك ايكويشن اللي هي معادلة خصائص النظام. بناء على هذه المعادلة ببدأ احدد اذا كان النظام بتاعي مستقر او غير مستقر، زي ما هنشوف بعد قليل. واتكلمنا على ذلك قبل ذلك، قلنا ان الاصفار بتاعت الكاركترستيك ايكويشن اللي هي القيم اللي تجعل الترانسفير فانكشن ما لا نهايه بنسميها حاجه اسمها البولز اوف ذا سيستم، ودي تعتبر مهمه جدا بالنسبه للنظام اذا كان النظام مستقر او غير مستقر. طيب لو رجعنا للفصل الماضي كنا قلنا ان انا عندي توتال ريسبونس بتاع النظام عباره عن سم اوف فورسد اند ناتشرال ريسبونس. يعني مثلا السي اوف تي ده يمثل الاوت بوت بتاع النظام، مكون من جزئين، جزء بسميه الفورسد ده ريليتد للانبوت، وفي جزء اللي هو الناتشرال اللي هو خاص بهذا النظام. طيب بالنسبه لتعريف الاستابيليتي، ديفاين اوف ذا استابيليتي اوف لينير تايم انفيريانت سيستم باي يوزنج ناتشرال ريسبونس. طبعا على فكره بالنسبه للانظمه في عندي انظمه كثيره جدا، في عندي مثلا لينير وفي نون لينير وفي تايم فارينج سيستمز وهكذا. احنا نقعد بنتعامل مع نظام بسيط من ابسطهم اللي هو النظام الخطي، وان التايم انفاريانت يعني التايم غير متغير، يعني بلاقي ان انا عندي النظام ده ليس متغير في الوقت. بجد ان انا عندي ثلاثه حالات، ممكن ان السيستم دوت او النظام ده باطلق عليه ان هو يكون ستيبل، النظام ده مستقر. قال لك اذا كان ذا ناتشرال ريسبونس ابروتش زيرو تايم ابروتش انفينيتي، يعني قال لك ان ايه، ان الناتشرال ريسبونس بتاعه او الاستجابه بتاعت النظام الطبيعيه بتوصل للصفر لما يكون الايه التايم بتاعه يوصل لما لا نهايه. طيب
النوع الثاني من الأنظمة اللي هو عكس ده بقى، اللي هو system is unstable، إن هو غير مستقر. إيه اللي بيحصل؟ الـ natural response بتاع دوت approaches infinity، إن هو بيصل لإيه؟ للما نهاية، عندما إن الـ time يصل إيه؟ لما لا نهاية. طب ده يمثل اللي هو الـ stable و unstable. في حالة وسط بينهم بنسميها حاجة اسمها marginal stable. marginal stable دوت عبارة عن إن هو النظام بيتنيه على نفس الوضع بتاعه، ولا هو بيستقر ولا هو بتنيه شغال كده لما لا نهاية. ففي الحالة دي natural neither decays or a nor grows but remains constant or escalates. يعني زي ما هنشوف احنا في الأشكال اللي بعد ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنا عندي مثلا ال stable system، ده يعتبر إن هو عبارة عن نظام بسميه ستيبل سيستم. عرفت منين ان هو ستيبل سيستم؟ ان انا جيت بدات ان انا اجيب الترانسفير فانكشن بتاعه الكلوز لوب سيستم دوت، وبدات ارسم الاقطاب بتاعته، فوجدت ان الاقطاب بتاعه هذا النظام كلها واقعه ناحيه اليسار في الايه الاس بلين ده. ده الاس بلين بتاع النظام. فطبعا طالما ان الاقطاب كلها موجوده ناحيه اليسار، معنى ذلك ان النظام ده بسميه حاجه اسمها ايه، نظام مستقر. وان انا لو وصلت على اليونت انبوت او الستيب انبوت دوت، هجد ان هو الشكل اللي احنا خدناه في المحاضره الماضيه، ووصل الى الاستقرار بعد فتره من الزمن. طيب معنى ذلك ان natural response approaches zero as t approaches a infinity، وان كل الاقطاب بتاعتي او البولز بتاعت الترانسفير فانكشن كلها بتقع فين؟ ليفت هاند بلين، او المستوى اللي هو ايه ناحيه اليسار في الاس بلين دوت بتاعي. طب نيجي مثلا ننظر للانستيبل سيستم. ممكن يكون النظام ده، يعني لو شفنا ان الفرق بين النظام ده والنظام اللي فات، الباست بس اتغير. الباست نوت، يعني مثلا نوت لو بصينا نوت هنا كان كام؟ 3 على اس مضروبه في اس زائد 1 مضروبه في اس زائد 2. كل احنا غيرناه بين النظام ده والنظام اللي جاي ان احنا بدل 3 دي في البسط غيرنا بس ايه؟ غيرنا بدل 3 بقت 7. يعني غيرنا احنا بس تغيير بسيط جدا في النظام اهو، يعني من 3 ل 7، وبقيه الاجزاء كلها ايه؟ كما هي. ايه اللي حصل نوت النظام ده؟ لو انت جيت حسبت نوت الكاركترستيك ايكويشن بتاعت النظام ده عن طريق انت بتستخدم بقى الاشياء اللي احنا اتعلمناها في الفصل الاول اللي احنا شرحناه اللي هو البلوك دايجرامز، هتبدا تبسط ده وتجيب الكاركترستيك ايكويشن وتبدا تشوف البولز بتاعتي. هجد ان البولز بتاعتي ايه اللي حصل؟ ان في احد البولز بتاعتي موجوده فين؟ موجوده ناحيه اليمين في الاس بلين. معنى ذلك ان انا هجد ان النظام بتاعي اللي بيحصل له بقى بيبدا ان هو يتزايد، وتبدا القيم دي تصل الى ما لا نهايه مع الوقت. معنى ذلك ان النظام ده غير مستقر. يعني لو لاحظت كده تجد ان احنا هنا اهوت التغيير حاجه بسيطه جدا، يعني الباص ده بدل ما كان 3 بقى 7. يعني حصل ان النظام بتاعي اتغير بشكل ايه كبير جدا واصبح غير مستقر. طيب هنا قال لك ان الحاله بتاعتي اما عندي في احد الاقطاب ناحيه اليمين، او يكون عندي المالتيبلستي جريتر ذان 1 اوف الميجرنج اكسيس. ان انا عندي في الميجرنج اكسيس ان هو المالتيبلستي اكتر من ايه؟ من واحد على المحور الراسي اللي هو جي اوميجا ده. الحاله الثالثه بقى اللي هي الوسط بين الاثنين بنسميها ايه؟ مارجنال ستيبل سيستم. هنا في هذه الحاله لو انا عندي مثلا نظام مثل هذا اهو، مثلا اللي هو الحاله اللي احنا قلنا عليها لو تفتكروا في السكند اوردر سيستم اللي هي الاندامبد، وممكن اطبقها على حالات اخرى. في حالة لو جينا حسبنا احنا الروتس بتاعت المقام، هجد ان الروتس بتاعتي واقعة كلها على الايميجينال اكسيس اهو. مع ذلك اتوقع ان الريسبونس بتاعي زي ما خدنا في الفصل الماضي ان هو يحصل اسكليشن. ليه؟ زي ما احنا اخذنا ان الريسبونس بتاع النظام ده عبارة عن 1 ناقص كوزين 3 تي. دالة الكوزين دي تحط اي قيم للتايم هتديني قيمة الى ما لا نهاية، يعني هتديني كده ماشي الى ما لا نهاية، هتديني نفس الايه؟ نفس الريسبونس دوت وهكذا. معنى ذلك ان الايه الناتشر ريسبونس بتاع هذا النظام بيحصل لها بتبقى كونستانت ثابته او تبقى سكليت. طيب لو جينا احنا جبنا هنا ريليشن بتوين روتس اند كاركترستيك ايكويشن اند ستابيليتي، مهم جدا ان انا افهم هذه العلاقه اللي هي بين
الاقطاب بتاعتي اللي هي الروتس بتاعت الايه بتاعت الكاركترستيك ايكويشن، او احنا بنطلق عليها حاجه اسمها البولز او اقطاب النظام، والاستابيلتي. هنبدا كده من ناحيه اليسار. لو شفنا كده هجد ان انا عندي ان المخطط اللي قدامنا دوت عباره عن مخطط في الاس بلين، الخط الافقي بتاع ده اللي هو بيمثل سيجما، والخط الراسي اللي هو جي اوميجا. واضح يا شباب؟ لو كان عندي القطب بتاعي موجود ناحيه اليسار، بجد ان بيحصل ايه، ان الجزء النظام ده بيستقر مع الزمن. طيب على العكس لو هو موجود ناحيه اليمين القطب دوت، ايه اللي بيحصل؟ ان اللي بيحصل ان الايه ان النظام ده لا يستقر، بالعكس ان القيم بتاعته بتزداد الى ما لا نهايه مع الزمن. طيب لو الاقطاب دي موجوده على المحور الراسي ده على جي اوميجا الايميجر اكسيس، في هذه الحاله بجد ان النظام ده بيبدا ان هو ايه يتحرك كده اسكليس الى ما لا نهايه وهكذا. طيب معنى ذلك ان انا عشان احدد الاستقرار بتاع النظام لابد ان انا ابدا انظر للكاركترستيك ايكويشن بتاعته واشوف الايه الاقطاب بتاعتها وهكذا. طيب هنا في علماء، العلماء دولت بدا قال لك ان احنا ممكن ان احنا نحدد الاستقرار بتاع النظام بطريقه بسيطه عن طريق الطريقه اللي هي بنسميها راوس هيروتز ستابيلتي كرايتيريا. طبعا زي ما احنا درسنا في الفصل الماضي اللي هو الفيرست اوردر سيستم والسكند اوردر سيستم، ودلوقتي ما فهمش مشكله ان انا اقدر اجيب الايه البولز بتاعه النظام واحدد اذا كان مستقر او غير مستقر زي ما هنشوف بعد قليل. ولكن عندما يكون النظام بتاع هاير اوردر مثلا ثيرد فورث فيث وهكذا، نظام من الدرجه ان في الحاله ديت احنا بنلجأ لهذه الطريقه اللي هي بتاعه راوس ديت، بحيث ان انا ابدا ان انا احدد منها اذا كان النظام ده مستقر او غير مستقر، وابدا احدد منها عدد الاقطاب اللي موجوده ناحيه اليمين او عدد الاقطاب الموجوده ناحيه اليسار. وهنشوف ان هو بردك بعض الحالات عند وجود بعض الاصفار في الفيرست كولوم او ان يكون احد الصفوف بتساوي صفر، بردك ان هو زي ما قلنا ان هو ان الطريقه دي بتعرض لنا عدد الاقطاب اللي هي في الرايت هاند بلين وفي الليفت هاند بلين واللي موجوده في الايميجري اكسيز، بس ما بتديناش الكوردينيتس بتاعتها القيم بتاعتها زي ما هنشوف. طيب الطريقه تعتبر طريقه بسيطه. لو جينا هنا مثلا قلنا ان انا عندي دي تمثل البولينوميا بتاعه الايه الكاركترستيك ايكويشن اللي هي تمثل المقام بتاع ايه المقام بتاع الترانسفير فانكشن الخاصه بالنظام، هجد ان هي في الشكل العام عباره عن ايه ان اس اس ان وهكذا الى ما اجد لكام اي 1 اس زائد اي نود. طبعا انا بسويها بالصفر عشان اجيب حاجه اسمها البولز. طبعا كل ما البولينوميا دي بتكبر كل ما بيكون صعب ان انا احسب البولز وهكذا. فاحنا هنا هو تراوز دوت عمل الطريقه اللي هنقول عليها، حيث ان انا عندي هنا في كوفيشنت موجوده اي ان ناقص واحد وهكذا لحد ايه واحد واي نود، دي عباره عن ايه كونستانت، عباره عن ارقام ثابته موجوده عندي. طب هنا في شروط لابد ان تتوفر في النظام بنسميها حاجه اسمها نيسيسري كونديشن، عباره عن necessary يعني ضرورية، conditions عبارة عن ظروف أو شروط ضرورية for stability، عبارة عن شرطين مهمين جدا عشان أقدر أحكم على النظام ده إذا كان مستقر أو غير مستقر. أول حاجة all the coefficient of the polynomial are of the same sign، يعني مثلا على سبيل المثال يعني إيه same sign؟ يعني نفس الإيه؟ الإشارة، يا إما القيم دي كلها موجبة يعني الإيه نود ده ممكن يبقى موجب وهكذا، كل القيم دي اللي هي الكوفيشن دي عبارة عن إيه قيم موجبة أو سالبة مفيش مشكلة، لأن هي حتى لو سالبة هضربها في سالب واحد هتديني قيم موجبة وهكذا. طيب if not there are bools on the right hand side of the S plane، يعني لو ما كانش مثلا على سبيل المثال مثلا لو احنا قلنا ان الـ ان ناقص واحد ده بالسالب والباقي كله موجب، معنى ذلك ان احنا في عندنا على الاقل في قطب من الاقطاب بتاعه النظام موجوده في الرايت هاند بلين، وفي الحاله دي تعتبر ايه النظام ده غير مستقر. ده يمثل الشرط الاول، يعني معنى ذلك ان انا لابد افحص هذه الايه المعادله وتاكد من تشابه ايه الاشارات بتاعه الكوفيشنت بتاعه ايه البولينوميال. تاني حاجه ودي برضك مهمه، ان جميع الكوفيشنت موجوده
موجودة في المعادلة. طيب بعد ما بتحقق من التو كونديشن دولت، ببدأ ان انا بطبق بقى ايه البروسيدر اللي احنا نعطيه بعد قليل. طيب هنا ببدأ ان انا باخذ هذه البولينوميال اللي هي الدي اوف اس ديت، وابدا ان انا اعمل حاجه اسمها راوس اري، عباره عن مصفوفه راوس زي ما هنشوفها بعد قليل. يعني ببدا ان انا باخد الكوفيشنت بتاعتي، باجي ناحيه اليسار كده بعمل ايه، بعمل عمود، عمود ده خاص بالاس، بيبدا من اس اسين ويبدا ينزل بقيمه واحد تدريجيا لحد ما اوصل لكام، اس اس كام، اس واحد، زي ما هنشوف بعد قليل. طيب ببدأ في البداية، ببدأ إن أنا باخد معاملات الكاركترستيك ايكويشن الكوفيشنت بتاعتي، باجي نوت مثلا في الصف الأول اللي هو مقابل الـ S أس N، ببدأ باخد A N، بعد كده أسيب اللي بعدها وآخد اللي بعد اللي بعدها اللي هي A أس N ناقص 2، بعد كده A أس N ناقص 4 وهكذا. واضح؟ ده الصف الايه الاول اللي هو المقابل للاس اس ان. يعني مثلا على سبيل المثال لو الان ديت عدد زوجي باخد نوت معاملات الاس الزوجيه، لو عدد فردي باخد المعاملات الاس اللي هي الفرديه، وهكذا. طيب الصف الثاني اللي هو اس اس ان ناقص واحد، باخد بقى بقيه المعاملات المتبقيه. يعني مثلا انا خدت نوت في الصف الاول ايه ايه اس ان، معامل ايه اس اس ان انا اسف، فبعد ذلك باخد ايه معامل اس اس ان ناقص واحد تحتيه، بعد كده معامل ايه اس ان ناقص تلاته، وهكذا ايه اس ان ناقص خمسه، وهكذا لحد ما اصل ايه ان انا الصف الاول والثاني يحتوي على جميع الكوفيشنت الخاصه بالبولينوميا الموجوده عندي، وهنشوف امثله على هذا. طيب بعد ذلك بتبدأ الخطوة التي بعد ذلك، ببدأ زي ما قلت إن أنا ببدأ أنقص من الـ N دي واحد، وأبدأ أجد إيه صفوف جديدة. هذه الصفوف مكونة كالآتي، مثلا هوت إيه بجيب معامل اللي هو الـ B1 ده اللي هو المقابل للصف S أس N ناقص 2، قيمته بتساوي إيه بقى؟ قيمته بتساوي قيمة المحدد اللي موجود هنا هوت، أو ممكن بنحفظ إحنا الكيفية ديت. يعني اللي بيحصل كالاتي، ان انا بقول والله بضرب ايه بقى، بضرب بص كده AN ناقص واحد مضروبة في AN ناقص اتنين على AN، انا اسف ناقص AN مضروبة في AN ناقص تلاتة، ده كله مقسوم على AN ناقص واحد. يعني بمعنى اصح لو انت نظرت لي الجزء دوت عبارة عن محدد، فناقص قيمة المحدد ده على المعامل اللي هو في فوق بي 1 على طول مباشرة، كونت انا البي 1. طيب بعد ذلك هكون انا اجيب البي 2، البي 2 هجيبه ازاي يا شباب؟ البي 2 دوت هجيبه عن طريق ان انا هاخد برضك القيم بتاعت ايه العمود التاني دوت مع القيم بتاعت العمود اللي هو الرابع، فبرضك هضرب هنا AN ناقص واحد مضروبة في AN ناقص أربعة ناقص AN مضروبة في AN ناقص خمسة مقسومة على AN ناقص واحد. جبت هنا البي 2 بنفس الكيفية، ممكن أجيب البي 3. يعني مثلا إحنا قلنا البي 3 هنجيبها إزاي؟ بنفس الكيفية، عبارة عن AN ناقص واحد مضروبة في AN ناقص ستة ناقص AN مضروبة في إيه؟ AN ناقص سبعة على AN ناقص واحد، وهكذا. ببدأ إن أنا أكون هذا الايه الصف اللي هو مقابل الاس ان ناقص كام ناقص 2. بنفس السيكونس دوت ببدا ان انا بنزل صف صف لحد اما اصل لايه اس اس 1 زي ما هنشوف. طيب بعد ذلك ببدا ان انا بكون الصف اللي هو بعد ذلك اللي هو ايه السي 1 اللي هو المقابل للاس ان ناقص 3، بجيب مثلا السي 1 عباره عن ايه بقى؟ عبارة عن البي 1، البي 1 مضروبة في AN ناقص 3 ناقص الـ AN ناقص 1 مضروبة في البي 2 على البي 1 بنفس الكيفية. يعني هو اللي بيحصل إن إحنا بنعمل بنطبق ده، بس بننزل إيه زي ما تقول درجة الأسفل، وهكذا.
طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو بعد ما بكون انا الجدول ده بنظر للعمود اللي هو بنسميه احنا العمود الاول، العمود الثاني. العمود الاول قلنا اللي هو عباره عن ليست والثاني، بنظر للعمود ده، العمود دوت اشوف عدد مرات تغيير الاشاره فيه. عدد المرات التغيير الاشاره دي بنسميها حاجه اسمها عدد الايه، الانستيبل بولز. يعني مثلا على سبيل المثال لو كل القيم بتاعت العمود الاول ده كلها متساويه، لا مش متساويه، كلها نفس الاشاره، كلها موجبه، في هذه الحاله ان النظام بتاعه مستقر. لو حصل تغيير عدد مرات التغيير ديت زي ما هنشوف الامثله بعد ذلك، دي بنسميها احنا ايه، ان في عدم استقرار للنظام او النظام ده غير مستقر، وممكن احسب عدد الايه الاقطاب اللي هي غير اللي هي توجد ناحيه الايه، ناحيه اليمين في الاس بلين. طيب هنيجي يعني اهوت نشوف مثلا لو انا عندي مثلا الفيرست اوردر سيستم، هنطبق الكلام ده. طبعا الفيرست اوردر سيستم احنا درسناه، كان عندي شكل الكاركترستيك ايكويشن مثلا A1 S زائد A نود يساوي صفر. طبعا ده يعتبر نظام بسيط جدا، لو احنا جينا طبقنا عليه الاراي ديت وعملناها هجد ان استقرار هذا النظام يتحقق ايه، امتى؟ لما يكون قيمه ال A نود وال A1 ان هي ليها نفس الاشاره، فده يعتبر شرط كافي بالنسبه لها. طيب لو انا عندي نظام مثلا من سكند اوردر سيستم مثلا مثل هذا A2 S تربيع زائد A1 S زائد A نود بيساوي صفر، هنا برضك هجد ان انا برضك القيم بتاعتي اللي هي الاي نود والاي واحد والاي اتنين كلها تعتبر ليها نفس الاشاره، يا اما موجبه او سالبه، في الحاله دي النظام ده يعتبر مستقر. طب نيجي بقى، يعني معنى ذلك ان انا الفيرست اوردر والسكند اوردر اللي احنا درسناهم في الفصل الماضي انا بسهوله جدا انظر بس لي المقام بتاع الايه بتاع الكاركترستيك ايكويشن لو ليهم نفس الايه نفس القيم في الحاله ديت في نفس الاشاره، معنى ذلك ان هو ايه خلاص النظام ده مستقر. طيب نيجي مثلا ننتقل للثيرد اوردر سيستم، هنا هتبدا انا ما اقدرش احكم على النظام دوت اذا كان مستقر او غير مستقر بمجرد النظر، لابد ان انا اعمل ايه الراوس اري زي ما عملناها منذ قليل. باجي نوت اس اس 3 اس تربيع اس 1 اس 0، هبدا الصف الاول اللي هو اس كام، اس تكعيب ده، هاخد انا المعامل بتاع اس تكعيب اللي هو ايه اي 3 معامل اس اللي هو ايه A1، بعد ذلك باجي للصف الثاني اللي هو اس تربيع ده معامل اس تربيع اللي هو كام A2 معامل اس اس صفر كام صفر. هاجي اطبق القرية اللي احنا اخذناها منذ قليل هاجد ان انا عندي نوت عندي نوت ممكن احسب الايه الصف ده. القيمة دي حسبتها ازاي؟ عبارة عن ايه زي ما احنا قلنا A2 في 1 ناقص ايه 3 في صفر على الاي 2. بعد ذلك مفيش حاجة نوت أو قيمة نوت بتساوي صفر اللي هي مقابلة للعمود التالت ده. ننزل الصف الرابع اس اس صفر عشان أجيب القيمة بتاعته، عبارة عن هضرب ده في ده ناقص ده في ده على القيمة دي، مع ذلك هتديني كام ايه نوت. طب ننظر هنا بالنسبة لي الايه العمود الأول ده او العمود اللي انا علمنا عليه دوت، العمود دوت متى يصبح القيم بتاعته كلها نفس الاشاره؟ اول حاجه لما تكون جميع الكوفيشنت من اي نود لحد اي 3 كلها بوزيتيف. ايه تاني؟ في عندي بقى دخل عندي شرط جديد دوت عباره عن كام، ان القيمه دي الباست ده المفروض ان هو يكون ايه يا شباب، يكون اكبر من الصفر. كيف يتحقق؟ عندما يكون ال A1 A2 ده أكبر من كام؟ A3 A0. معنى ذلك إن أنا هنا هوت أضفت شرط آخر. طب ده بالنسبة للثيرد أوردر سيستم، لو أنا عندي مثلا الفورث أوردر سيستم نظام الدرجة الرابعة مثلا مثل هذا. برضك بنفس الكيفية اللي إحنا اتعلمناها منذ قليل، إن أنا ببدأ إيه؟ أكون الإيه؟ آخد طبعا المقام ده له كاركترستيك إيكويشن، هبدأ إن أنا آخد الصف الأول والثاني أعملهم هنا زي ما واضح كده، اجيب نوت مثلا ايه معامل اس اس 4 ادي ايه 4، بعد كده معامل اس 2 ومعامل اس 0 وهكذا، وبعد كذلك باخد بقيه القيم اللي هي كام ايه 3 واي 1، القيمه دي مش موجوده فبضعها بصفر او اسيبها فاضيه مفيش مشكله.
ده بنسميه الانيشال تيبل. بعد ذلك ببدأ ان انا يعني ده انا عملته اللي هو الصف الاول والثاني، عملته مباشرة من المعاملات بتاعت الايه الكاركترستيك ايكويشن. بعد ذلك ببدأ ان انا زي ما اتعلمنا بقى، ببدأ ان انا ايه اكون اقيم، اجيب القيم المقابله الاس اس تربيع، والقيم المقابله الاس اس واحد، والقيم المقابله الاس اس صفر. بعد ما بخلص كده اهوت، ابدا ان انا ايه انظر للاشارات او تغيير الاشارات اللي موجوده في العمود ده، العمود اللي هو الثاني ده. لو نفس الاشارات ما حصلش تغيير، معنى ذلك ان النظام بتاعي مستقر. لو حصل تغيير، عدد مرات التغيير بتمثل بالنسبه لي ايه، اول حاجه ان النظام ده غير مستقر، وممكن احسب عدد الاقطاب اللي موجوده ناحيه اليمين في الكاركترستيك ايكويشن. طب طبعا بالنسبه للماتلاب سهل، ان انا مهما كانت عندي البولينوميا بتاعتي الدرجه بتاعتها من الدرجه ان، معنى ذلك ان انا ممكن باستخدام حاجه اسمها روتس في الماتلاب، وابدا ان انا اكتب الكوفيشنت بتاعتي وابدا احسب نوت، فهجد عندي ان انا في عندي قطبين، القطبين دولت يعتبروا ايه يا شباب، يعتبروا موجبين، معنى ذلك ان هم يقعوا ناحيه اليمين في الاس بلين، معنى ذلك ان النظام ده غير مستقر. طيب بس احنا طبعا بنعرف الطريقه بتاعت الماتلاب، يعني ممكن انا الماتلاب احسب بيه الكلام دوت، ولكن احنا هنبدا ان احنا نطبق الطريقه اللي احنا خدناها بتاعت الراوس على المسائل التي سوف تاتي بعد قليل. طيب هنا المثال الاول، معطيك الكاركترستيك ايكويشن اللي هي بالشكل ده، هي اس اس بتساوي مثلا اس اس 6 زائد 4 اس اس 5 زائد 3 اس اس 4 ناقص 2 اس تكعيب زائد اس تربيع زائد 4 اس زائد 4. طيب هنا بيقول لك هل النظام ده مستقر او غير مستقر. طيب احنا دلوقتي قلنا في عندنا شرط مهم جدا او شرطين مهمين جدا، هنا تواجد احد المعاملات اللي موجوده هنا اهوت مختلف في الاشاره، معنى ذلك ان انا مش محتاج اكمل واعمل ايه الراوس اري، ان النظام بتاعي دوت ايه غير مستقر. يعني عدم توفر نفس الاشاره او عدم توفر احد المعاملات اللي موجوده عندي، معنى ذلك ان النظام ده مباشره بدون ما اكمل بقى، واضح؟ يبقى معنى ذلك ان ايه، يبقى إذا the system does not satisfy the necessary condition for stability، والنظام ده يعتبر غير مستقر ومش محتاج إن أنا أكمل لأن هو لم يحقق الشرط الأول. طيب ناخد مثال آخر، هنا مثلا اس اس 6 زائد 4 اس اس 5 زائد 3 اس اس 4 زائد 2 اس اس 3 زائد اس تربيع زائد 4 اس زائد 4. هنا برضك بيقول لك هل النظام ده مستقر أو غير مستقر وهكذا. طب هنبدا ان هوت، هنبدا نفحص الايه القيم بتاعتنا، all the coefficient are positive and non zero، ان جميع الايه المعاملات بتاعتي عباره عن قيم موجبه او ممكن تبقى كلها سالبه مفيش مشكله، and non zero يعني اهم حاجه ان هي تكون لها نفس الاشاره وان كل المعاملات بتاعتي موجوده عندي. Therefore the system satisfies the necessary condition for stability، معنى ذلك ان انا عشان احدد النظام ده مستقر او غير مستقر، هبدا ان انا لابد ان انا اعمل ايه الراوس اري زي ما هنشوف بعد قليل. طيب هنبدا ان احنا ناخد الكوفيشنت بتاعتي وابدا ان انا اكون بيها الجدول اهو. طبعا قلنا اول سطرين يعتبروا سهلين وبجيبهم مباشره منين يا شباب، بجيبهم مباشره من الكوفيشنت بتاعتي. طبعا زي ما قلنا بشوف انا اعلى اس اللي هو اس اس 6 واعمل العمود ده بهذه الكيفيه، اس اس 6 وابدا انزل منه واحد لحد ما اصل لكام اس اس 0، وابدا اكمل بقيه الجدول. زي ما قلنا ان الصف الاول والثاني ببدا ان انا ايه احصل عليهم مباشره من الكاركترستيك ايكويشن، يعني مثلا هو ايه معامل اس اس 6 كام واحد، فابدا انقص 2 يبقى اذا ايه اس اس 4 معامل اس اس 4 كام 3، بعد كده ناقص 2 معامل اس كام تربيع اللي هو يمثل كام 1، بعد ذلك معامل اس اس 0 اللي هو 4. هنزل بعد ذلك للصف اللي تحتيه اللي هو الصف الثاني ده، اشوف معامل اس اس 5 كام اللي هو 4 اهو، بعد كده ناقص من دوت كام
اتنين، يبقى إذا معامل اس أس تلاتة اللي هو كام؟ اتنين. بعد كده معامل اس أس أربعة. بعد ذلك ما عنديش حاجة، ممكن أترك دي فاضية أو إن أنا أضع صفر، مفيش مشكلة، لأن هي ما عنديش أنا قيم مقابلة لإيه؟ للسل ديت أو المكان ده. هنبدأ طبعا إن إحنا عشان نجيب الصف اللي هو إيه؟ الخاص بإس أس أربعة اللي هو الصف ده. هحصل عليه إزاي يا شباب؟ إن أنا هبدأ زي ما قلنا كده أهوت، إن أنا يا إما بجيب قيمة المحدد ده وأضربه في ناقص وأقسمه على أربعة، أو إن أنا بحفظها بقى مباشرة كده. أضرب كام؟ بص يا شباب، أربعة في تلاتة ناقص واحد في اتنين اللي هو كام؟ يدينا إيه؟ على أربعة. المهم هيديك كام؟ خمسة على اتنين، يعني أربعة في تلاتة ناقص واحد في اتنين على أربعة، اللي هي عشرة على أربعة، اللي هي تمثل بالنسبة لي كام؟ خمسة على اتنين أو اتنين ونص. دي تمثل القيمة دي. طب نيجي القيمة اللي بعدها زي ما قلنا برضك، هنكرر ده. بص، أربعة في واحد ناقص واحد في أربعة، دي صفر على طول، خلاص دار عند الصفر هنا أهو. طيب نبدأ بعد ذلك القيمة دي جبناها إزاي؟ بص، هنضرب كام؟ أربعة في أربعة ناقص واحد في أربعة على أربعة، تديني كام؟ أربعة. فعندك هذه الطريقة هيت، ممكن تستخدمها وتحصل بيها على القيم الخاصة بالإيه؟ الصف اللي هو المقابل لإس أس أربعة. بنفس السيكونس هنمشي، هاجي مثلا للصف اللي هو اللي بعديه بقى إس أس تلاتة، هجيبه إزاي؟ برضه بنفس الكيفية، هضرب كام؟ خمسة على اتنين في اتنين ناقص أربعة في صفر على خمسة على اتنين، تديني اتنين. أدي القيمة دي تمثل بالنسبة لي كام؟ اتنين. القيمة اللي جنبها ديت عبارة عن كام؟ عبارة عن خمسة على اتنين في أربعة ناقص أربعة في أربعة على خمسة على اتنين، تديني كام؟ ناقص اتناشر على خمسة، والقيمة دي صفر، وهكذا. هبدأ إن أنا هكون الجدول ونبدأ ننزل إيه؟ خطوة خطوة لحد ما أصل لكام؟ أس أس صفر زي ما هنشوف بقى هنا. طيب هنا طبعا انت هسيبها لك في البيت، انت لما يعني تبدا تكمل انت الجدول ده، يا ريت فتح المايك يا شباب يقفل لو سمحت، عشان بس ما يعملش وشرف. طيب هنا ايه اللي حصل بين اهوت؟ انا هنا كملت الايه راوس اري او مصفوفه بتاعت راوس، وكملناها بهذه الكيفيه. ابدا انظر لايه بقى؟ معلش، انظر للصف الايه او العمود الاول ده، ايه اللي حاصل ان هو اجد ان الاشاره بتاعتي ادي ايه؟ موجب لحد ما وصل هنا ايه؟ سالب. معنى ذلك حصل تغيير في الاشاره من موجب لسالب. هل استمر السالب؟ لا، قال لك ان حصل بعد ذلك تغيير اخر من سالب لموجب. يبقى معنى ذلك ان الاليمنت بتاعت الفيرست كولوم ده او العمود ده are not all positive، ان هي ليست موجبه. The system is unstable، يعني انا دلوقتي قلت ان هو ان النظام بتاعي كام؟ غير مستقر. ايه تاني؟ عدد مرات التغيير مرتين. معنى ذلك ان انا في عنده قطبين موجودين ناحيه اليمين في الاس بلين، والاربع اقطاب الاخرى موجوده ناحيه اليسار. ده اللي انا باخده من الايه؟ راوس اري. طب هناخد مثال اخر، مثلا مثال مثل هذا. معني لك ان هو ادي النظام اهو، ادي الانبوت والاوت بوت، وادي عندي نقطه الايه؟ الترانسفير فانكشن اللي موجوده في الاتجاه الفورورد. طبعا هبدا ان انا اتعامل معاها وابدا اطلع قيمه ايه؟ اللي هو الاوفر رود ترانسفير فانكشن زي ما خدنا في الفصل بتاع الايه؟ البلوك دايجرامز. فدي تمثل بالنسبه لي الترانسفير فانكشن. هنظر للمقام ده. المقام ده اللي هو كاركترستيك ايكويشن، هبدا ان انا اكون الجدول بتاعي. اعلى اس عندي اللي هو اس اس كام؟ 3. ابدا اعمل العمود الاول ده اس اس 3 اس تربيع، وابدا اخد ان اهوت معامل اس تكعيب اللي هو 1، معامل اس اس 1 اللي هو كام؟ 30. بعد كده صفر، ممكن اتركه فاضي مفيش مشكله. بعد ذلك معامل اس كام؟ اس اس 1 اللي هو كام؟ 10. بعد كده معامل اس تربيع اللي هو 10. بعد ذلك معامل كام يا شباب؟ معامل اس اس كام؟
والصفر اللي هو 103. على فكرة العمود ده احنا مش محتاجينه، يعني هو المفروض احنا مش محتاجين ان كل القيم دي اصفار، احنا مش محتاجين. طيب هنيجي بعد ذلك نعمل ايه يا شباب بقى؟ نبدأ ان احنا ننظر للايه، الصف الثالث اللي هو اس اس واحد. هجيبه زي ما اتعلمنا. طبعا في عملية تبسيط ممكن اعملها، ان انا لو قسمت اي صف عناصر قيمة لجميع العناصر بتاعته في الحالة دي انا ببسط الايه، التعامل. فهنا هو بس عمل تبسيط، ممكن انت عادي يعني تحل بيه او ان انت تستخدم ايه التبسيط، بس التبسيط ده هيبسط لك الايه، الحسابات التي بعد ذلك. هنا مثلا على سبيل المثال، هنا مثلا كام، هو قسم على 10 الصف الثاني، فهنا بقى واحد، وهنا كام، 103. هيبدأ ان هو يجيب القيم بتاعت ايه، الكوفيشنت بتاعت اس اس 1 اهوت، الصف ده عبارة عن ايه، قيمة المحدد دوت المكون من الاربع خانات دولت مع قسمه على واحد هتديني كام، ناقص 72. بنفس الكيفية هبدأ ان انا اكون اهوت وانزل للصف اللي بعديه اس 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 صفر، هيطلع كام، 103. طيب معنى ذلك حصل كام مرة تغيير في الصف ده؟ أول حاجة طبعا إن إحنا الإيه، الإشارة بتاعته اتغير مرتين، كان موجب بعد كده بقى سالب بعد كده بقى موجب، يبقى حصل تغييرين في الإيه، الفيرست كولوم. معنى عدد مرات التغيير، ومعنى ذلك إن أنا في عندي إيه، تو بولز ار إيه إن رايت هاند بلين، معنى ذلك إن هو إيه، unstable system. طبعا التغييرات اللي هي كام، واحد ناقص 72، 103، دي تمثل ايه، التغييرات التي حصلت في الايه، الصف العمود دوت اللي هو الخاص بيه. طيب هناخد بردك مثال بردك رابع. هنا بردك عندي النظام اهوت، لما حولته انا جبت الترانسفير فانكشن بتاعته اللي هي تي اوف اس، العلاقه بين الانبوت والاوتبوت. هنبدا نتعامل معاه. هنا مثلا اس اس 4 معامل، هنا واحد، بعد ذلك 11، 200، بعد ذلك اس اس 3، 6، 6، بعد كده 0. هنا طبعا وجد ان هو ممكن الصف ده يقسمه على كام، على 6، عشان يبسط الكالكوليشن، هتبقى دي واحد ودي واحد. بعد ذلك هيبدأ ان هو يجيب القيمة المقابلة لاس تربيع. هعمل ايه، هضرب ده في ده اللي هو 1 في 11 ناقص 1 في 1 على 1، هيطلع كام، 10، اللي هي القيمة دي. بنفس الكيفية ده هيطلع 200. هنا وجد ان برضك ان الصف ده ممكن ان هو يبسطه، ان هو لو قسم على كام، على 10، عشان يبسط الحسابات، فقسم الصف الثالث ده على 10 لجميع القيم، هنا تبقى 1 وهنا 20. بنفس الكيفية هنبدأ ان احنا نكون هذا الايه، هذا الجدول. ننظر بردك ان تجد ان انا في عندي ان هو ايه، عندي حصل تغيير ادي مره من موجب لسالب، بعد ذلك من سالب لموجب، فعندي تغيير مرتين في الاشاره، مع ذلك ان انا في عندي قطبين موجودين ناحيه اليمين في الاس بلين، مع ذلك ان السيستم بتاعي ايه، انستابل. ممكن هنا عمل هو بقى جاب الايه، بدأ يبسط المقام ده اللي هو البيو فيس، وجد عندي ان هو دي تمثل الاقطاب بتاعتي اللي موجوده، اللي هي تمثل الفور بولز، في منهم اتنين موجبين واتنين ايه، سالبين، او اتنين موجودين ناحيه اليمين واتنين موجودين ناحيه اليسار. طيب هنا طبعا ده البروسيدر اللي احنا اخذناه، ولكن ممكن تظهر عندي مشاكل. مثلا على سبيل المثال لو ظهر عندي مثلا على سبيل المثال صفر في العمود الاول، يعني مثلا هنا اهوت لو احنا بنحل المساله دي وطلع القيمه دي مثلا بتساوي صفر، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تقسم بعد ذلك قيمه على صفر، ايه اللي يحصل؟ ما لا نهايه. طب هعمل فيها ايه؟ قال لك ان اهوت هبدا ان انا استخدم طريقه، يبقى عندي دلوقتي حالتين خاصتين، خاصتين بايه؟ بالراو ستيبل، ان ممكن يكون عندي فيه العمود الاول ده في قيمه بتساوي صفر، دي هتبقى صعب ان انا اكمل، بمعنى ذلك ان هقسم عليها بعد ذلك في الخطوه التي بعدها هتطلع قيمه، او يطلع كل الصف بتاعي كله صفر. طب كيف هنتصرف مع هذه الحالات؟ هناخد اول حاله مثلا، قال لك لو ظهر عندي الصفر ده
مع ذلك ببدأ بشيل الصفر ورا بعده مكانه حاجة اسمها إبسلون، إبسلون اللي هو الرمز ده، وأكمل الحل بالإبسلون دوت للنهاية. بعد ذلك أبدأ إن أنا آخد قيمة صغيرة جدا للإبسلون دي، 1 من 100، 1 من 1000، وأبدأ أشوف هل هيحصل تغيير في الإشارة أو مش هيحصل تغيير. زي ما هشوف في المثال الآتي، تعالى مثلا نشوف نوت في المثال ده. لو نظرنا نوت للكاركترستيك ايكويشن، هنا عندي مثلا دي اوف اس بتساوي اس اس 4 زائد 3 اس تكعيب زائد 4 اس تربيع زائد 12 اس زائد 16. هنا هنبدأ ان احنا نكون الجدول. نكون الجدول مع بعض زي ما عملنا في الأمثلة السابقة. طيب هنا عملنا الصف الأول والثاني، نيجي للصف الثالث. تعالى بص نوت، اضرب 3 في 4 ناقص 1 في 12 كده صفر. طب هعمل ايه في الصفر دوت؟ قال لك هضع مكان الصفر دوت ابسون. ابسون دي عبارة عن قيمة صغيرة جدا هنبدأ نعوض عنها، وابدأ اكمل الجدول بالابسون دي. طب نيجي نكمل بعد ذلك، طبعا هنا دي هنجيبها 16. نيجي مثلا للصف اللي هو المقابل الاس اس 1، ايه اللي حصل فيه؟ هضرب انا ابسون في 12، 12 ابسون ناقص كام؟ 3 في 16 على ابسون، والقيمة اللي بعدها بتساوي كام؟ صفر. هكمل بعد ذلك هيطلع عندي كام؟ 16. طيب هنا طبعا أنا بنظر للعمود الأول ده وانظر ليه نعود، وأبدأ أخد قيم للإبسلون دي، قيم صغيرة جدا يعني مثلا 1 من 100 أو 1 من 1000، وأشوف القيم الصغيرة طبعا قيم موجبة وقيم سالبة. هل أنا إذا أخدتها قيم موجبة أو قيم سالبة هل هتؤثر على التغيير الإشارة؟ لا، زي ما هنشوف. مثلا على سبيل المثال لو أنا جيت مثلا أخدت الإبسلون دي تقول الصفر، مثلا أخدتها 1 من 100 أو 1 من 1000، يعني رقم صغير جدا، وأبدأ أعوض في القيمة اللي هي مقابلة لإس أس 1 اللي هي 12 إبسلون ناقص كام؟ 48 على إبسلون. طيب لو بسطت العلاقه دي عباره تبقى عباره عن 12 ناقص 48 على ايبسلون، فاجد ان القيمه ديت لو انا اخذت مثلا ان هو قيمه ايبسلون دي على سبيل المثال مثلا 1 من 10، مش هاخدها مثلا، لو اخذت ايبسلون دي 1 من 10، مع ذلك ان القيمه بتاعتي هتبقى عباره عن كام؟ 12 ناقص 480. فايه حصل ان هو مع ذلك ان القيمه ديت لما تكون ايبسلون تقول الصفر ان القيمه دي سالبه، معنى ذلك ان في تغيير للاشاره هنا اهوت من الموجب. يعني لو قلت مثلا ايبسلون دي 1 من 10 موجبه والقيمه اللي بعدها سالبه، بعد كده تتقلب موجبه تاني، مع ذلك ان عندي كام تغيير بقى؟ ان انا عندي ان النظام دوت حصل تغيير في العمود الأول في مصفوف راوس مرتين، مع ذلك النظام ده يحتوي على تو بولز موجودين ناحية اليمين في الاس بلين، مع ذلك النظام بتاعي غير مستقر. طيب هناخد مثال آخر برضك نهوت عشان نتعرف عليه. هنا مثلا بالنسبة للنظام ده مثلا عندي نوت الترانسفير فانكشن بتاعت اللي هي تي اوف اس بتساوي 10 على اس اس 5 زائد 2 اس اس 4 زائد 3 اس تكعيب زائد 6 اس تربيع زائد 5 اس زائد 3. هبدا ان انا اهوت اكون الجدول بتاعي، هبدا من اس اس 5 وهبدا اخد الكوفيشنت بتاعتي، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه، بعد ذلك الصف اللي بعديه ادي قيمه 2، بعد كده ادي 6 ادي 3. هبدا ان انا اكون الصف اللي هو المقابل الاس اس كام؟ 3. هنيجي نضرب هنا 2 في 3 ناقص 1 6 اديني كام؟ 0. هشطب انا على الصفر ده واضع بداله ايه؟ ايبسلون اهي. وهاجي بعد ذلك ان انا اكمل بقى، ممكن نجيب القيمه دي بردك عباره عن كام؟ 2 في 5 ناقص 3 على 2 اللي 7 على 2، بعد كده 0. نبدأ ننزل تحت خطوة، هيبقى عندي 6 في إبسلون ناقص 2 في 7 على 2 اللي هي 7 على إبسلون، بعد كده هتطلع عندي 3. هبدأ أكمل وهكذا.
هنا الموضوع بدأ يعتبر أصعب من المسألة اللي فاتت. المسألة اللي فاتت كان عندي بس إيه قيمة زيادية، إنما دلوقتي بقى عندي في قيم إيه إبسلون تربيع، وممكن تبقى تكعيب يعني، وهكذا على حسب، لأن بيحصل إيه تبقى عملية تراكمية في المسألة. طيب هنعمل إيه في هذه الحالة بقى؟ هنبدأ إن إحنا نأخذ قيم صغيرة للإبسلون موجبة وسالبة زي ما هنشوف في الايه، عشان نعمل فحص على العمود اللي هو الاول ده. بص نوت، هناخد ادي عندي نوت، ادي ايه ادي الفيرست كولوم اهو، ادي جبناه اهوت. نبدا نشوف نوت، لو انا خدت قيمه الابسلون عباره عن قيمه صغيره موجبه، يعني مثلا 1 من 10، 1 من 100، 1 من 1000، قيمه صغيره. نبدا نشوف نوت هنا ده موجب موجب. لو انا خدت دوت موجب مثلا 1 من 100، هتبقى العمود الصف الثالث كام موجبة، 1 من 100 مثلا. لو نزلنا احنا تحت نوت، اخدت مثلا الابسلون دي 1 من 100، هتبقى عبارة عن لما بص دي هتبقى عبارة عن 6 ناقص 7 على ابسلون، هتبقى 6 ناقص 7 على 1 من 100، تطلع قيمة سالبة. طب ننزل للصف اللي بعديه، هعوض انا بقيمة ابسلون مثلا 1 من 100 نوت، هتطلع عندي قيمة موجبة. بعد ذلك القيمة الأخيرة دي موجبة على طول، معنى ذلك إن القيمة موجبة. هنا حصل تغيير في الإشارة كم مرة؟ لما كانت الإبسلون قيمة موجبة صغيرة، هذه المرة الأولى، هذه المرة الثانية. مع ذلك إن النظام غير مستقر، وده أنا في عندي قطبين من أقطاب النظام موجبين. طيب نيجي لو انا خدت مثلا قيمة الابسلون قيمة سالبة صغيرة، يعني مثلا -1 من 100، هو عوض انه مثلا لو انا خدت دي -1 من 100، معنى ذلك ان القيمة ان هو كام سالبة. هبدأ اعوض ان هو بقيمة ابسلون -1 من 100، هتديني قيمة موجبة. لما اعوض هنا برضه تديني قيمة موجبة، وهكذا. برضك نفس جاتني نفس الريزلت، ان انا في عندي نوت تغيير اول بعد كده تغيير تاني، معنى ذلك ان النظام انا لما جيت طبقت انا واخدت قيمه ابسلون قيمه صغيره جدا، صغيره موجبه او سالبه، اديتني نفس الريزلت، وان النظام بتاعي يعتبر غير مستقر، وان انا في عنده قطبين، والقطبين دولت الشباب ايه يعتبروا يقعوا في الناحيه اليمنى من الاس بلين او مستوى اس. طيب هناخد بقى الحاله الثانيه، يبقى دي الحالة الأولانية اللي هي ظهور صفر في العمود الأول. طيب برضك إن هو هناخد مثال آخر، هنا مثلا عندي النظام دوت، وبقول لك افحص لهذا النظام إذا كان مستقر أو غير مستقر. في الحالة دي بجيب الـ T of S اللي هي عبارة عن إيه؟ الـ Output على الـ Input، فدي تمثل الـ Characteristic Equation اللي هي تمثل المقام. هنبدأ إن إحنا ناخدها ونبدأ نكون الجدول زي ما موجود قدامك اهوت. كونا الجدول الصف الأول والصف الثاني، بعد ذلك ظهر عندي نقطة الصفر اهو، 3 في 2 ناقص 2 في 3 إبسلون، على طول آخد إبسلون وأكمل الجدول ده. طبعا هنا هتعمل نفس اللي احنا عملناه في المسألة الماضية، هتبدأ تاخد قيم للإبسلون، قيم صغيرة موجبة وقيم صغيرة سالبة. طبعا ان هوت هتاخد ان انت ايه، هتجد ان انت في عندك مرتين للتغيير في الايه في الاشاره بتاعتي، معنى ذلك النظام غير مستقر، وان هو عندي 3 اقطاب موجوده ناحيه اليسار وقطبين موجودين ناحيه اليمين، ودي تمثل الاقطاب بتاعه النظام زي ما احنا جبناه اهوت. هتجد ان انت في عندك 3 اقطاب سوالب سالب، وفي قطبين موجبين زي ما واضح عندي نوت في لما حللت انا الكاركترستيك ايكويشن المقام ده. طيب ننتقل للحاله الثانيه اللي هي الكيس نمبر 2، 0 فور انتاير رو، يعني انا عندي الصف كله اصفار. طب كيف اتعامل معها؟ يعني لما كان عندي 0 1 عرفت ان انا احط مكانه ابسلون، قال لك لا، في هذه الحاله قال لك ان انت في عندي اقطاب متكررة بس بعكس الاشارة،
او الاقطاب بتاعتي تعتبر العمود ده عباره عن ميرور بالنسبه لها. يعني مثلا لو جينا مثلا الحاله الاولانيه دي، مثلا لو انا كان عندي اقطاب النظام بتاعتي بلس وماينس 1، فاجد في كود بناحيه اليسار وكود بناحيه اليمين، كأن الخط ده مرايه بالنسبه لي. او ممكن تكون اقطاب مركبه كومبليكس، برضك هنا القطب ناحية اليمين مقابل قدامه قطب في ناحية اليسار، أو إن هي متكررة على الإيميجين أكسس. دي تمثل ثلاث حالات التي ممكن أن يظهر فيها هذه الحالة، فلا بد من أفحصها وأقدر أحدد إذا كان هذا النظام مستقر أو غير مستقر. طيب كيف أفعل بقى؟ هناخد نمط المثال إن أنا ببحث عن حاجة اسمها الأوزيرو إيكويشن وهنتكلم عليها بعد قليل. هنيجي مثلا المثال اللي أمامنا دوت. طبعا النظام ده اصلا غير مستقر لان ظهر عندي السوالب ديت، ولكن احنا بس عشان نطبق عليه الحاله بتاعتنا فناخد نوت، نبدا ان احنا نعوض بالقيم بتاعتنا زي ما شفنا نوت في التعويض الاولاني. هيظهر عندنا في اصفار موجوده، فماذا افعل؟ في ابدا باخد حاجه اسمها الاكزور ايكويشن، عبارة عن المعادلة اللي أنا ممكن أحصلها من الإيه؟ الصف السابق له مباشرة، بسميها الـ A of S اللي هي عبارة عن 3S أس 4 زائد 9S تربيع ناقص 12 بتساوي صفر. هبدأ إن أنا فاضل هذه المعادلة بالنسبة للـ S، لما أجي فاضل ده يبقى 12S تكعيب زائد 18S. طيب ببدأ باخد انا الكوفيشنت دلوقتي اللي هم ال 12 وال 18 واضعهم فين؟ اضعهم مكان الاصفار اللي موجود عندي 12 و18، وابدا اكمل الايه التيبل بتاعي وابدا انظر للعمود الاول ده واشوف عدد مرات التكرار. باجي نقول فيه ان انا فيه حصل ايه تغيير كام مره واحده، مع ذلك ان هو غير مستقر وان هو فيه عندي قطب موجود في الايه ناحية اليمين. واحنا اصلا على فكرة طالما موجود عندي هنا في اشارات سالبة، مع ذلك ان النظام ده غير مستقر، ولكن يعتبر مثال توضيحي ازاي انا بتعامل مع الاوكسيلري ايكويشن. وناخد مثال اخر ليه. طبعا هنا خطوات اللي هي الحل بتاعتي بالنسبة للاوكسيلري ايكويشن وكيف ان انا ببدأ احللها والاقطاب بتاعتي اللي موجودة. فطبعا وجدنا نوت ان في عندي قطبين متماثلين ناحيه الايه اليمين واليسار، وفي قطبين متماثلين بردك حوالين المحور ايه الافقي. فمع ذلك ان النظام بتاعي غير مستقر. طيب هناخد مثال اخر. مثلا هنا بالمثال ده، هنا مثلا الترانسفير فانكشن تي اوف اس بتساوي كام؟ 10 على اس اس 5 زائد 7 اس اس 4 زائد 6 اس تكعيب زائد 42 اس تربيع زائد 8 اس زائد 56. هنا طبعا جميع الحدود بتاعتي متواجدة وكلها نفس الإشارة. ببدأ إن أنا بكون الجدول بتاعي زي ما موجود أمامكم أهو، أدي 1 6 8، بعد ذلك 7 42 56. هنا طبعا للتبسيط إن أنا هبدأ إن أنا إيه أقسم الحدود بتاعت الصف الثاني على 7. هنا هيبقى عندي هنا 1 6 8 زي ما قلنا، ده للتبسيط. مش عايز تعملها خلاص مفيش مشكلة، هديك نفس القيم التي سوف تأتي بعد ذلك. طيب هنبدأ نيجي نهوت ونحسب بالنسبة للصف اللي هو الثالث ده. في الحالة دي هجد عندي مثلا 1 6 ناقص 1 6 عبارة عن كام؟ صفر. كذلك برضك هنا هيتولد عندي صفر وهنا كام؟ صفر. معنى ذلك إن هذا الصف يحتوي على الأصفار. هبدأ أنظر للصف السابق له مباشرة وما هي المعاملات الخاصة به. هنا مثلا كان 1 اس اس 4 زائد 6 اس اس كام؟ اس اس كام؟ 2 زائد 8 اهي. دي بسميها الاوكسيلري ايكويشن. ابدا ان انا فاضلها بالنسبة للاس، دي اي باي دي اس هتساوي كام؟ 4 اس اس 3 زائد 12 اس. ابدا اخذ هذه المعاملات واضعها هنا، يبقى هنا عندي 4 بعد ذلك 12 صفر. طبعا للتبسيط هبدأ ان انا اقسم الصف كله على كام؟ على 4. يبقى لما اقسم على 4 تبقى 1، على 12 على 4 فيها 3 صفر. وابدأ اكمل الجدول بتاعي
عادي. لو نظرنا هنا بالنسبة للعمود الأول ده، هنجد إن ما حصلش فيه أي تغيير بالنسبة للإشارة. معنى ذلك إن النظام ده يعتبر نظام إيه؟ نظام مستقر، إن أنا ما عنديش أي أقطاب موجودة ناحية إيه؟ ناحية اليمين، كلها موجودة ناحية الإيه؟ الليفت هاند بلين، اللي هو المستوى إيه السبلين ده، موجودة ناحية الإيه؟ ناحية اليسار. طيب معنى ذلك ان انا عندي النظام ده مستقر، وجه نوت قال لك ان احنا ممكن نحسب الايه الاقطاب بتاعتي، وهو حسبها طلع ان الاقطاب بتاعتي عبارة عن واحد موجود في الليفت هاند واربعة موجودة في الاميجينري، والنظام بتاعي يعتبر ايه نظام مستقر، ولكن الاصفار نتجت من ان انا عندي في اقطاب موجودة في الاميجينري، هي ديت اللي ايه وضعت الايه الاوبزرفر ايكويشن، او وضعت ان انا في عندي صف كله اصفار. طيب كيف نستخدم بقى بردك هنا في مثال اخر بردك، يعني يعتبر بردك نوت على الجزئية ديت. بردك هنا مديك نظام وطالب منك ان انت بردك تشوف هذا النظام اذا كان مستقر او غير مستقر. فهنا بردك نوت تجد ان انت عندك النظام دوت، هذه الترانسفير فانكشن بتاعته، وتبدأ ان انت تكون الجدول وتحصل على القيم الموجودة فيه. هتجد ان انت في عندك الصف اللي هو اس 5 ده كله اصفار، هبدأ اخده واجيب الاوكسيلري ايكويشن من الصف اللي فوقيه. مع ذلك ان الاوكسيلري ايكويشن هتبقى عبارة عن كام؟ اس 6 زائد 8 اس 4 زائد 32 اس زائد 64. هفاضل انا المعادلة دي بالنسبة لايه للاس، هتبقى عبارة عن 6 اس اس 5 زائد 32 اس تكعيب زائد كام؟ 64 اس. هبدأ أخدها القيم دي أضعها فين يا شباب؟ أضعها هنا أهو تاني، أدي 6 32 64، هنا طبعا صفر. للتبسيط ممكن أقسم على 2 هتبقى 3 16 32 وأكمل وهكذا. بعد ما أكمل وأعمل بقى الحسابات كلها، أبدأ أشوف إن هو كم مرة تغيير الإشارة في العمود ده، هجد إنها اتغيرت كام مرة؟ مرتين. معنى ذلك إن أنا في عندي قطبين من الأقطاب موجودين فين؟ موجودين ناحية اليمين. مع ذلك إن الإيه النظام غير مستقر. لو حللت أنا المقام ده أو البي أوف إس المقام ده، هجد إن هو عبارة عن دي تماثل الأقطاب بتاعته، وهي عبارة عن اتنين موجودين ناحية الرايت هاند وأربعة ناحية الليفت هاند، واتنين موجودين على الايميجنري اكسيز. ومعنى ذلك بردك نوت النظام بتاعي ايه؟ انستيبل، غير مستقر. طيب هنا طبعا في تطبيقات للراوس سبلويشن، ان انا في عندي نوت ممكن استخدم بقى هذه الطريقه بحيث احقق الاستقرار للنظام، عن طريق ان انا ممكن يبقى في عندي ريجوليتور زي ما خدنا احنا في الفصل الماضي. ممكن انا صممت الريجوليتور اللي هو الامبليفاير بتاع النظام، اخر مثال اخذناه في هذا الموضوع. مثلا على سبيل المثال لو انا عندي مثلا نظام مثل هذا، النظام دوت بيقول لك ان هو فايند ذا رينج اوف جين كي، ان الجين كده عباره عن الامبليفاير جين زي اللي خدناه في المثال اللي هو كان في الفصل الماضي. فبيقول لك صمم لي او هات لي الرينج المدى بتاع الكي دوت، بحيث ان النظام دوت ممكن يكون ستيبل او يكون ان ستيبل او مارجن ستيبل، اسيوم ان الكي اكبر من الصفر، ان الكي قيمه الكي دي عمرها ما تبقى ايه كام ايه سالبه، عمرها ما تبقى صفر، لان هي لو بتساوي صفر مع ذلك ان ما فيش نظام اصلا وهكذا. طيب هنبدا اول خطوه ان احنا هنعمل ايه، هنبدا نجيب التي اوف اس اللي هي العلاقة بين الـ C والـ R أهي. بعد ذلك إيه؟ أدي القيمة بتاعتها، وأعمل إيه؟ الراوس تيبل، الجدول بتاع راوس زي ما موجود قدامنا هنا أهوت. هاخد الـ Transfer Function وأنظر للمقام بتاعها وأجيب معاملاتها. مثلا أدي معامل S تكعيب اللي هو 1، معامل S 77، معامل S تربيع 18، معامل S 0 كام كي، وأبدأ أنزل لحد ما اصل للاخر. طيب هنا لو نظرنا احنا القيم الكي بقى، في حاله خاصه بالنسبه للكي،
الحالة الخاصة ديت لما يكون عندي ايه القيمة دي بتساوي كام؟ صفر. متى يكون هنا القيمة بتاعتي بس لما تكون الكي بتساوي 1386؟ معنى ذلك ان انا في عندي دي تمثل حالة وسط بين الستيبل والانستيبل، هي المارجنال ستيبل اللي هي تكون الكي بتاعتي بتساوي كام؟ 1386. طب لو احنا قللنا عن 1386 مثلا، خلينا مثلا 1000 او اي قيمه من الصفر لحد 1386، مع ذلك ان القيمه دي تبقى كام؟ موجبه، وان النظام بتاعي يكون كام؟ موجب. كذلك لو انا اخذت قيم اكبر من 1386 مثلا، خليتها 2000 مثلا، لو انا اخذت الكي دي بتساوي 2000، معنى ذلك ان انا يحصل ايه؟ تغيير في الاشاره مرتين، ويبقى النظام ده غير مستقر. ودي تمثل الثري كيسز اللي احنا هنتكلم عليها. قلنا في عندنا حاله لما يكون الكي بتساوي 1386، ودي في حاله ان انا في عندي نوت ايه؟ ان العمود في صفر موجود عندي، ودي بنسميها الايه؟ مارجنال ستيبل. لما يكون الكي اقل من 1386، طبعا محصوره بين يعني اكبر من الصفر واقل من الرقم ده، معنى ذلك ان العمود الاول هيبقى كله موجب والنظام هيبقى مستقر. والعكس لما يكون الكي اكبر من كام؟ 1386، هيكون العمود ده فيه تغيير مرتين في الاشاره، وان هو يعتبر ايه؟ غير مستقر. كده طبعا احنا خلصنا الجزء الخاص بهذا الفصل. طبعا انا ما رضيتش اطول عليكم في هذا الفصل لان برضك فيه اشياء كثيره، فنكتفي بهذا القدر بالنسبة لنا. وإحنا كده خلصنا يا شباب، خلصنا الجزء الخاص بالمكرر بتاعنا. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا المكرر، يعني بالإضافة للجزء اللي أنتوا أخدتوه مع دكتور خالد في الجزء الأول. فإحنا كده خلصنا المكرر بتاعنا الحمد لله. دلوقتي طبعا أنتوا قدامكم أجازة، ربنا يبارك لكم، يعني حلوة، يعني ممكن تذاكروا فيها. فاحنا طبعا عشان في درجات المفروض ان هي تكون موجوده، مطلوب من كل طالب في موجود تلات موجودين، شيت 1 2 و3 موجودين عندك على المايكروسوفت تيمز، تنزلهم وتحلهم. طبعا الحل يدوي، انا مش عايز حل كمبيوتر. الطالب اللي هيرفع لي حاجه كمبيوتر صفر، عشان بس تبقوا عارفين انا مش عايز شغل كمبيوتر. ما يبقاش واحد يعمله او توزعه على بعض وبعد كده توديه المكتب ويحل. حل باليد، هتاخد كده مسألة تحلها قدامك أكتر من شهر. هتحل المسائل كده اهوت باليد، واضح يا شباب؟ بعد ما تحلها تبدأ إن أنت تعملها سكان وتحولها لبي دي إف، وتخلي اسم الفايل اللي هو رقمك الجامعي اللي هو البنش نمبر بتاعك. هتجد إن أنا رفعت لكم ملف فيه أسماء جميع الطلاب، واضح؟ ممكن برضه كل طالب يعرف الرقم بتاعه. يعني هتخلي الفايل نيم بتاع الملف اللي هو البي دي اف دوت، هتخليه ايه؟ اسم الايه؟ البنش نمبر بتاعك. وطبعا جوه هتعمل فيه زي كفر بيج فيها اسمك ورقمك وكل حاجه يعني. وتحل المسائل كده بالترتيب اللي هم الشيتات كلها، وترفعها لي على المايكروسوفت تيمز. آخر موعد لاستلام هذه الأشياء يوم 20 فبراير، يعني أنت قدامك دلوقتي أكتر من شهر، واضح؟ بعد ذلك اللي هيسلم يا إما إن أنا هديله درجة قليلة أو إن أنا ممكن أرفضها. فأنت دلوقتي بس عشان تبقى عارف إيه المطلوب منك، عشان بعد ذلك إيه لا تلومن إلا نفسك. يعني دلوقتي أنت مطلوب إن أنت تعمل هذا الكلام وترفعه على المايكروسوفت تيمز. وزي ما قلت لك هيبقى الفايل نيم او اسم الملف اللي انت هترفعه اللي هو رقمك الجامعي، وانا رفعت لكم ملف فيه جميع اسماء الطلاب بالرقم الجامعي بتاع كل واحد بحيث ياخده ويضعه. طبعا هتعمل الحل بتاعك وترفعه وهكذا. طبعا انا بقول لكم برضك لو في حلين زي بعض، الحاله دي الاثنين صفار، ما حدش بيقول ان سلمت قبل مين ومين سلم بعديه وانا خد مني، لا، طالما ان انت اديت له الحل دوت عشان خده ورفعه باسمه، معنى ذلك الملفين زي بعض كده الاثنين ايه؟ صفار، عشان بس نبقى ايه متفقين على هذا الكلام. فاحنا كده خلصنا. في حد عنده اي اسئله يا شباب؟ نقفل بقى الريكوردنج.